نبدأ بالسؤال الأول: ما الذي يحدث إذا أحيط العقرب بالنار؟ (أ) يهرب بعيداً جيم يلسع نفسه ويموت باء يمشي في طريقه ولا يخاف (د) يحفر حفرة ويختبئ فيها سنعطيكم خمس ثوان للإجابة الإجابة الصحيحة هي: يلسع نفسه ويموت السؤال الثاني أطول حروب العالم كانت بين ألمانيا وإسبانيا باء الروم وفرنسا جيم اليابان والصين دال فرنسا وبريطانيا سنعطيكم خمسة ثوان للإجابة الإجابة الصحيحة هي دال فرنسا وبريطانيا السؤال الثالث ما هو أثقل حيوان في العالم؟ ألف سمك القرش باء الفيل جيم الأسد د الحوت الأزرق سنطيق خمس ثواني للإجابة نعلم بأن معظمكم ظن أن الفيل هو الإجابة الصحيحة لكن لا الإجابة الصحيحة هي د الحوت الأزرق السؤال الرابع نظام الحكم في اليابان هل هو أ جمهوري باء إمبراطوري ج ملكي د أميري سنعطيكم خمسة ثواني للإجابة الإجابة الصحيحة هي ب إمبراطوري